لا تفكر بعمرك انك بتقدر على مرة. صح انت عندك عضلات واقوى مني، بس انا برقص الف واحد من نمرتك على اصبع واحدة. وانت يا بي؟ الحفظ والصوم. اهدى اهدى، رح اعطيك ياهم بس بعد ما تبصم لي على هدول. سعاد، انا وياكي كنا متفقين. مزبوط، كنا متفقين. هاد لانه انا كنت بوقتها ضعيفة، بس هلا صرت انا القوية، وانا رح احط شروطي كمان. انت مين؟ ما دخلك. وحاجة تعلق وتكتر حكي، يا اما بتنفذ طلباتي يا اما رح افضحك هلا قدام اهل العارة. شو طلباتك؟ بدي تبصم لي على هدول النورة، وبعدين بدك تساعدني. شو مكتوب فيها هدول النورة؟ واحدة مكتوب فيها انه عليك دين بس 20 ليرة ذهب، واحدة مكتوب فيها انك جاسوس للفرنساوي. ما رح ابصم. ايه معناته انا رح صرخ ولم عليك اهل الحارة وخليهم يشوفوك بالزبط. اطلعي صرخي واعملي اللي بدك اياه، ما انت كمان رح تنفضحي. تعرف شو؟ انا هلا ماني فاضت لك، عندي شغل. بس اصحك يا طاووس تغدر فيني ويا ويلك. دعين تفهم سعاد، خلينا نحكي كده. تبصم؟ فشرت عينك، انا ما بصم عليك ورا. طيب نشوف لبكره، بلكي بتغير رايك. خاطرك طاووس.